مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في نشرة أخبار جامعة المنصورة، وإليكم أهم ما تم خلال هذا الأسبوع. رئيس جامعة المنصورة يكرم قاهرة الظلام أول باحثة تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من كلية الآداب. الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم مركز الأورام جامعة المنصورة خلال فعاليات افتتاح مدينة المنصورة الجديدة. جاء هذا التكريم كتتويج لجهود المركز الغير مسبوقة في مجال جراحة الأورام والصفق الكبير الذي حققه كونه أول مركز في الوطن العربي وقارة إفريقيا يحصل على الاعتماد الأوروبي في التدريب على جراحات الأورام النسائية من الجمعية الأوروبية للأورام النسائية. رئيس الجمهورية يكرم رنا حامد أول باحثة كفيفة تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة المنصورة. كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الباحثة رنا حامد عواضين التي حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بمرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب جامعة المنصورة، وتعد بذلك أول طالبة كفيفة تقهر الظلام وتحقق هذا الإنجاز، وذلك خلال افتتاح الرئيس للمرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة. مشاركة فرق الكورال والفنون التشكيلية بجامعة المنصورة في افتتاح رئيس الجمهورية لمدينة المنصورة الجديدة. رئيس جامعة المنصورة الأستاذ الدكتور شريف خاطر يشارك افتتاح المرحلة الأولى لمشروع مدينة المنصورة الجديدة. شارك الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة يوم الخميس 1 من ديسمبر لعام 2022 في فعاليات افتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحلة الأولى لمشروع مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات. وأكد رئيس الجامعة أن افتتاح المنصورة الجديدة طفرة لم تحدث في محافظة الدقهلية. افتتاح فعاليات مؤتمر جامعة المنصورة الدولي الرابع للغذاء MIFC 2022 دور الصناعات الغذائية في التنمية المستدامة بكلية الزراعة. رئيس جامعة المنصورة يفتتح خيمة الأنشطة الطلابية بكلية العلوم. رئيس جامعة المنصورة يفتتح مجمع ملاعب النجيل الصناعي ويتفقد الوحدات الرياضية والملاعب بالقرية الأولمبية. ورشة عمل بكلية الحقوق بجامعة المنصورة بعنوان مهارات البحث العلمي في المجال القانوني. احتفالية جامعة المنصورة بختام المرحلة الأولى لرفع النشر الدولي في العلوم الإنسانية والاجتماعية. قافلة جامعة المنصورة المتكاملة جسور التنمية 15 لخدمة أهالي قرية البصرات بمركز المنزلة محافظة الدقهلية. إجراءوا تجربة محاكاة الإخلاء الآمن ومكافحة الحريق بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة. افتتاح معرض جامعة المنصورة 11 للكتاب. اجتماع نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع فريق مناهضة العنف والتنمر بالجامعة. وفد من كلية الطب البيطري جامعة المنصورة يقوم بزيارة الكلية الملكية للطب البيطري جامعة لندن وزيارة كلية جون موريس بليفربول. مجلس جامعة المنصورة يعقد جلسته رقم 593 برئاسة الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة. جامعة المنصورة تحتل المركز الأول بين الجامعات الحكومية المصرية في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية لعام 2022. كلية الطب جامعة المنصورة تحتفل برواتها. وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجمهورية اليمن في رحاب جامعة المنصورة. مشاهدينا، كان هذا موجز أنباء جامعة المنصورة لهذا الأسبوع. كانت معكم هاجر إسماعيل ونلقاكم على خير.